ما نكسر نقصود الشرك أن أموم يخصد أي يقصد الشرك أشكو الشرك إشقاء أن سيد الحنفاء تكن إبراهيم عليه السلام إن وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أن بلاد يقصد يقصد الشرك يقصد أن يقع الشرك من يكزال يسكر يخصد أي يقرأ أي سن التوحيد أي سن ما فلسي يجب ربي تبارك وتعالى التوحيد دي سن إخصاء أي يقرأ أي سن الشرك باش أن يقصد يقع أي تدعو ربي تبارك وتعالى أن فلسي ست الشرك دا التوسي كعرض الشرك المشركين غيكلس لغن ربي تبارك وتعالى على في إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أن غد إبراهيم عليه السلام يسأل تدعو ربي تبارك وتعالى أن فلسي ستي الشرك دو مشركين البنادم أن ستي أي تبرغ الشرك دو اللي قال المشركين أدو لك غرس نسن أشكول لكن إبراهيم عليه السلام وجنبني يعني أدكالك يوسقى كنتني يوسقى أدور نمون وجنوبني كي قتلني إلى تسقى. الإمام أحمد الترحم ربي تبارك وتعالى اللي كان إمام أهل السنة إن يغزره نكين كالكافر أرقل أرتقل خالنينو باش أدور زرخ العدو ربي تبارك وتعالى. إذا البنادم يقصد يقصد الشرك يقصد المشركين ولكن المشركين وخاق المشركين هل تفرنخ كالحقوق تفرنخ أداس نسكر كريضني الحقوق لها تفرن ألو في سلو عهود ليس نكفى هدي السن الزنزة هدي السن السا أتندعو صربي تبارك وتعالى أفلس نتفرق الكتب المطويات اللي رات ندعو اللي لسات تكشم سدين لسات السن سدين أتنعمل صغير يوم ربي تبارك وتعالى. أما أتنقى ندى تنتجرح ندى أفلس أتنغدر أوهو أنا كادرت يوم ربي تبارك وتعالى وخا كان الكفار.